مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا. السلام عليكم الغزالة ديالي، السلام عليكم الدراري اللي متبعيني، اهلا وسهلا بكم على قناة عالم كريمة الكانوني ديلي سكيما. مشرفيني ومنوريني كيف العادة. نتمنى انكم تكونوا بألف صحة وعافية، وتكونوا كدوزوا هاد رمضان بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جبت لكم شي واعرة بزاف، وهي بريوش مالح بحشوة تاكوس. جا خطير البنات، روعة روعة روعة، ومذاق ديالو زوين ورطيب كيف القطن، وسريع التحضير، يعني ما كياخدش وقت طويل في التحضير ديالو. كيف كتشوفوا معلك من الداخل ولذيذ بزاف بزاف. نتمنى انه يعجبكم ونال رضاكم، وتجربوه لوليداتكم، ونبقاو مع الوصفة وطريقة التحضير. اذا بسم الله نبداو على بركة الله. اذا كيف قلت لكم، عندنا هنايا جوج لافات ديال الدقيق، اي ما يعادل تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق. عندنا ملعقة ديال السكر صغيرة، عندنا ملعقة كبيرة ديال الخل، عندنا شوية ديال الملح، الملح كيبقى حسب الرغبة، وعندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية. هادو هما المكونات، زائد بيضة والمدافي. هادو هما المكونات اللي عندي اللي غنعجن بهم البريوش ديالي. كيف قلت لكم، معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، معلقة صغيرة ديال السكر، الملح، ومعلقة كبيرة ديال الخل، وبيضة. هذا بريوش مالح. الا بغيتو حلو غادي تضيفوا السكر، وغادي تعمروه بحشوه حلوه. يعني السكر غادي ديري 3 المعالق ديال السكر او 4 المعالق ديال السكر، وتضيفي الملحه، عفوا تعمريه بالحشوه مالحه. فهنايا جمعتو، بعد ما جمعتو غير كنضربو بيدي واحد شويه، راكم عارفين بحال السفنج، يعني كضربيه بحال السفنج، ومن بعد كتخليه يرتاح. هنايا غادي نبدا في الحشوه. درت زيت الزيتون مع الزبده، وغادي نشحر فيه بصله مشلضه على طول. انا خليتها تحر مزيان حتى تولي معسله كيف كتشوفوا. غنضيف لها صدر الدجاج، فانا عندي هنايا كميه قليله ديال صدر الدجاج، يعني غادي يجي عامر وخا الحشوه قليله بزاف. عندي هنايا تقريبا غتكون شي 100 غرام ديال الدجاج، عندي مقطع طريفات صغار، وغادي نتبلو بسكنجبير، الابزار، والملحه، وزعتره، وغادي ندير فيه لا موطارد. هادو هما المكونات اللي غادي ندير ليه فقط. كيجي لذيذ البنات، وكيجي غزال بزاف بزاف، وكيجي طايب ورطيب. فكيف كتشوفوا، كنضيف سكنجبير، كنضيف الابزار، كنضيف الملحه، وغادي ندير معلقه صغيره ديال لا موطارد، وغادي ندير شويه ديال الزعتره. الزعتره كتجي زوينه في الطياب، غير جربوها على ضمانتي. ونخلي هاد الدجاج يطيب مزيان مزيان. فالدجاج قطعو صغيور صغر من هكا، لان انا ملي طاب عاودت فتتو صغيور. هنايا غادي نجيب تقريبا، عندي هنا شي 150 غرام ديال الكفته، غادي نشحرها حتى هي معاهم. وغادي نضيف شويه ديال التوابل، لان درت غير قياس الدجاج. نضيف شويه ديال الملح، شويه البزار، وعندي هنايا صلصه جزائريه، ممكن تعويض ديالها بالكاتشب، مايونيز، والحار، وشويه ديال البصله مقطعه خضراء. هنايا عندي الجبن، عندي تقريبا زلافة ديال الجبن، اي ما يعادل شي 200 غرام ديال الجبن. وغادي نخلط كلشي مزيان باش يجيكم معلك من الداخل. ضروري يكون الجبن شويه كثير، فعندني هنا تقريبا شي 200 غرام ديال الجبن. عندنا المكون الاساسي ديال التاكوس، وهي الفريز. بعد ما قليته قطعت طريفات صغار، ممكن تقطعوا طريفات صغار قبل عاد تقليوها. وهنايا كيف كتشوفوا العجين ديالي اختمر في ديك الوقت اللي انا ساليت فيه. كندوز يدي في الزيت وكنخويه، وكنحاول انني نضربه مزيان
نستمر هكا نضرب فيه حتى يتجانس ليا تماما ويولي عجين مزيان. فضروري انك تضربيه. دابا غادي نقطعو كويرات على حسب القياس اللي بغيت. درتهم قد هكا وليني من بعد نقصت منهم لان جاوني غادي يجيو كبارين بزاف باستعانة طبعا بالزيت لان العجين كيلتصق فهو بحال ديال البريو ديال الكرواسه او ديال الكريسات اللي كنديرو. العجين مرخوف بزاف او ديال الشفنج فضروري يكون هكا العجين باش يجيكم رطب يجيكم بحال السفنج. انا جاوني عرفتي مفشفشين وغزالين ورطب. هاد الكميه خرجت ليا 11 حبه. اذا كيف كتشوفوا كنسرحوها رزقات ليا فيها الطريف ديال الزعتر. فكيف كتشوفوا كنسرحوها ومن بعد كنجمعوها. نحاول نجمعوها كامله هكا بعد ما عمرناها بالحشوه. عمريها مزيان بالحشوه وما تخافيش راه كتهز تقريبا هذيك الحشوه كامله ما شطلت ليا حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا كنسرحوها كنجيبوا الحشوه شويه تي عامره بالحشوه وكنسدوا عليها. كيف كتشوف صافي وكنقلبوها. يمكن تحطيها هكا يمكن تقرصيها كيف قرصتهم انا. يمكن تحطيهم هكا مقببين يمكن تقرصيهم. فانا كنقرصهم وكنحطهم في الطاوه ديال الفران. غادي نوريها لكم دابا وكنقرصهم شي شويه دابا غادي ندهنهم بصفار ديال البيض. عندي هنايا صفار ديال البيض غندهنهم به وغادي نزينهم بالفلفله. ممكن تزينيهم باي حاجه بغيتي ممكن ما تزينيهمش كاع تخليهم غير هكا يعني كيبقى داكشي حسب الرغبه. انا عندي هذا صانوج عفوا سمحوا لي عندي صانوج غادي ندير فليفله للوسط وغادي ندير شويه الصانوج في الجناب وغادي نخليهم حتى يطيبوا عاد نعمرهم بالجبن الموتزاريلا. هذاك الفلفله نعمرها بالجبن الموتزاريلا. الفران هنايا راه مشعول على درجه 180. انا دايره الفونتيلاتور او الفرفره او لا شالور تورنات. ممكن نتوما غير تبقاو تقلبوا فيه يعني مره مره دوروا ديك هذيك الطاوه او الصينيه مره مره تدوروها في الفران. كيف كتشوفوا هنايا كنزين بالفلافل. ممكن ديري فلفله خضراء ممكن اللي عندك اللي عندك يعني ماشي بالضروره داكشي اللي عندي انا. وهنايا كندير صانوج. الا عندك الزنجلان ديري الزنجلان. الا عندك البافو ديري البافو. الا عندك الزريعه ديري الزريعه. ما عندكش صافي ما ديري حتى شي حاجه خليهم هكا كسامبل تا سامبل يجي المنظر ديالهم زوين. الفرخصه تكون مقطعه رقيقه. اذا كيف كتشوفوا هذا بشكل ديالها تبارك الله جا معسل من الداخل حنتي فيه الجبن وجديد بزاف. نتمنى انه يعجبكم وينال رضاكم وتجربوه لوليداتكم وحبابكم. ونتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم ونتمنى انكم تشجعوا القناه بالدعم ديالكم. فبلا الدعم ديالكم ما كاين حتى شي حاجه. نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودعموني باللايك. القناه الصراحه قل غير طول تحت غتلقاو وصفات زوينين بزاف واستثنائيه كاينه على القناه ولكن للاسف ما واخداش الحق ديالها. فنتمنى انكم تعاونوني بالبارطاج ودعموا القناه. والى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده فكره جديده. دمتم بخير وعافيه ودمتم سالمين. يا ربي الله يحفظكم والله ينجيكم نتوما وليداتكم وحبابكم.